فيما تفكر يا أمين؟ أفكر في إقامتنا في فاس ومراكش وإشبيليا، عندي ذكريات جميلة. وحصلنا على صور رائعة ومعلومات مهمة. على فكرة، أتذكر الكتبية؟ كيف لا، أذكرها جيدا. لماذا؟ لأنها تشبه الخرالدة. أنت على حق، كأنهما توأمان. عفوا، هل أنتما مغربيان؟ لا، لسنا مغربيين، نحن أردنيان. من الأردن، تشرفنا، اسمي إبراهيم. أهلا، أنا عصام وهذا أمين. مرحبا. هل أنتما في عطلة هنا؟ لا، نحن هنا لإعداد استطلاع. نعم، نحن نود أن نكتب كتابا في موضوع الأندلس. في موضوع الأندلس؟ تماما. هذا موضوع مهم، هل أنتما تعملان وحدكما؟ نعم. هل أنتما في حاجة إلى مساعدة؟ أنا أعرف بلدي جيدا. بلدك؟ هل أنت إسباني؟ إسباني وأندلسي. وتتكلم العربية جيدا؟ أتكلمها لأنني مسلم ولأنني أدرسها. أين؟ في جامعة غرناطة. حظنا سعيد، نحن في حاجة إلى مساعدتك دون شك. بكل سرور. ماذا تريدان أن تعرف؟ تاريخ الأندلس مثلا. هنا عاش المسلم والمسيحي واليهودي جنبا إلى جنب بسلام. عفوا، هل يمكن أن أسجل؟ لا عليك، تفضل. أنتجت هذه البلاد علماء وشعراء وأطباء وفلاسفة وغير ذلك. نحن نود أن نزور الحمراء. الحمراء قصر بني نصر ورمز غرناطة والأندلس. فكرة رائعة، يجب أن تزورا قرطبة أيضا. هل ترافقنا؟ لما لا، بكل سرور. فيما تفكر يا أمين؟ فيما تفكر يا أمين؟ أفكر في إقامتنا في فاس ومراكش وإشبيليا. أفكر في إقامتنا في فاس ومراكش وإشبيليا. على فكرة، أتذكر الكتبية؟ على فكرة، أتذكر الكتبية؟ لا، لسنا مغربيين، نحن أردنيان. لا، لسنا مغربيين، نحن أردنيان. هل أنتما في عطلة هنا؟ هل أنتما في عطلة هنا؟ نحن نود أن نكتب كتابا في موضوع الأندلس. نحن نود أن نكتب كتابا في موضوع الأندلس. هذا موضوع مهم، هل أنتما تعملان وحدكما؟ هذا موضوع مهم، هل أنتما تعملان وحدكما؟ هل أنتما في حاجة إلى مساعدة؟ هل أنتما في حاجة إلى مساعدة؟ أنا أعرف بلدي جيدا. أنا أعرف بلدي جيدا. نحن في حاجة إلى مساعدتك دون شك. نحن في حاجة إلى مساعدتك دون شك. هنا عاش المسلم والمسيحي واليهودي جنبا إلى جنب بسلام. هنا عاش المسلم والمسيحي واليهودي جنبا إلى جنب بسلام.
عفوا، هل يمكن أن أسجل؟ عفوا، هل يمكن أن أسجل؟ لا عليك، تفضل. لا عليك، تفضل. نحن نود أن نزور الحمراء. نحن نود أن نزور الحمراء. لم لا؟ بكل سرور. لم لا؟ بكل سرور.